يقول أعاني من مشكلة الوساوس في الصلاة وفي جوانب كثيرة من حياتي، فمثلا أفكر لماذا شرعت الصلاة بهذه الطريقة، وأحيانا أقول لماذا لا أخشع في الصلاة أو عند الدعاء، لماذا لا يحضرني البكاء والخشوع، أريد حلا لهذه المشكلة. حلها أن تترك لماذا، لا تسأل أبدا، واستعذ بالله من الشيطان، وأد العبادات كما أمرك الله، واترك الأسئلة لأنها من الشيطان، اتركها ولا تضرك إن شاء الله. نعم.